وصل مع فريق الاتحاد مع فريق الهلال وخسر. مبارك وجه انطلق محاوله منقوله بالراس هدف اول هدف اول للاتفاق هدف اول للاف 16 للاف 16 اللعبه من مبارك وجدي بالمقاس والخروج السليم والتحرك الحلو ليوسف السالم يسجل هدفه الاول في المباراه هدف راح يعطي حلاوه للمباراه. الاتفاق يسجل اول اهدافه في 10 دقائق بس ما صمد من خلالها ما شفنا